أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن التنمية الرقمية الشاملة والمستدامة لمصر تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية. وخلال كلمته في مؤتمر الأهرام الاقتصادي، أوضح معيط أن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي تقدر حاليا بنحو 12 تريليون دولار، ما يعادل 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مضيفا أن التحول للاقتصاديات الرقمية يسهم في زيادة الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 18%. وأكد معيط أن مصر لديها فرصة واعدة لتعميق تكنولوجيا الخدمات المالية الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية.